مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. احتفلت مكتبة الإسكندرية بتوقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر والمكتبة. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التعاون في مجالات تعزيز المعرفة وتبادل المعلومات والتوعية العامة في إطار عمل برنامج المفوضية في مصر. It's a pleasure and honor for the Biblioteca Alexandrina to receive you today in this occasion. This is a very special occasion for us because Egypt, as you know, is a country which is known all over the world and in history of receiving refugees, even for political asylum or whatever the reason is. As you may know, Syria is a very dear country for us, for the Egyptians in particular. We have very, very close relation and we have been together in one political unity twice. We feel in this occasion in particular for our brothers from Syria that we in Egypt consider them as an integral part of the Egyptian population. We never use the word refugee at all. On the contrary, you see that our friends and families are attracted to their restaurants, to their cafes, whatever they have, because we feel that it's their right to be with us in their own land. I feel very proud to be standing in front of you in this biblioteca in Alexandria. My organization is very pleased with the cooperation that we have had with the biblioteca during the last few years. This cooperation has allowed many refugees to access the services and to benefit from what the biblioteca can offer. كما تعطي مذكرة التفاهم فرصة للاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر للاشتراك في مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والاجتماعية. النهاردة احنا بنحتفل بتوقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية ومكتبة الإسكندرية. احنا اوريدي كان في مذكرة تفاهم بين الجهتين وكانت خلصت من فترة وكنا حابين نجددها. المكتبة والمفوضية بيتعاونوا مع بعض قدرهم أكتر من 4 سنين تقريبا في إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في المشروعات والأنشطة بتاعة المكتبة اللي بتتعلق بإدماج اللاجئين والترابط الاجتماعي وتنمية مهاراتهم وتنمية السكيلز بتاعتهم علشان يقدروا يستفادوا منها وفي نفس الوقت يقدروا يفيدوا المجتمعات اللي هم عايشين فيها. وكان صراحة الفيدباك اللي جالنا من كل الاكتيفيتيز دي يعني جيد جدا 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 والناس حابة جدا تشارك في الأنشطة دي. المقصورة المفقودة لابن حطب الثالث في جزيرة فيلا بأسوان كان هو عنوان المحاضرة التي نظمها متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. المحاضرة النهاردة بيلقيها هذا المحاضر الإيطالي وهو متخصص يعني في الآثار اللي كانت موجودة واختفت من مصر، فبيدي محاضرة عن مقصورة كانت بتاعت من حطب الثالث اللي هو الفرعون الشهير اللي احنا بنسميه الملك الشمس أبو أخناتون، كانت موجودة في جزيرة الليفانتين اللي هي في أسوان. فمن خلال المحاضرة دي إن شاء الله هيلقي الضوء على هذا الأثر اللي اختفى، وده شيء مهم جدا إن احنا بنقدر نعمل إعادة يعني نقدر والاستكشاف لهذه الآثار التي اختفت من مصر وخصوصا مصر الفرعونية، وده تعاون بيننا وبين كل علماء الآثار خصوصا الأوروبيين في متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية.
Today in Biblioteca Alexandrina, we are presenting a work, a research by myself and another scholar, French PhD, Simon Delvaux. We are trying to reconstruct a building that was destroyed in 1822 on Elefantini Island. We know this building was erected by Pharaoh Amenhotep III. And we don't know much about it because after 1822 there is no record. So we can only rely on the travelers who went up the Nile as far as Elefantini. نظمت مكتبة الطفل حفل ختام الأنشطة الصيفية التي نظمتها هذا العام لروادها. نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية حفل ختام الأنشطة الصيفية التي نظمتها المكتبة للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة. تضمن الحفل مجموعة من العروض والاستعراضات المتنوعة، كما تم تكريم الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية للمكتبة. مشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولمتابعة كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.